انا عملت كوبايه الشاي ونسيتها، ما افتكرتهاش غير بعد الفيلم ما خلص. هاي جاك 1971، اختطاف 1971، فيلم انتاج 2024، ماخوذ عن قصه حقيقيه. هو لو ما كانش موقف زي ده يتعمل فيلم، ايه اللي هيتعمل فيلم يا جماعه؟ ايه التصوير ده؟ انا عشت معاهم جوه وبره. لما تشوف الفيلم هتفهم انا قصدي ايه. امال الثري دي منه عامل ازاي؟ احساسي كده والله اعلم ان الفيلم ده هينوبه حاجه من اوسكار السنه دي. الفيلم بيحكي عن طياره تم اختطافها، لكنه ما كانش اختطاف عادي، لانه كان قبل الحادثه دي بسنتين كان في موقف مشابه جدا، والطيار المدني اللي راكب الطياره المخطوفه كان من سنتين في موقف مشابه لده. يا ترى هيتصرف زي ما اتصرف من سنتين، ولا هيكون رد فعله مختلف وليه؟ فيلم حلو قوي، شدك طول الوقت ومخليك مركز معاه طول الوقت، وانت فعلا مش عارف ايه اللي هيحصل. اول تلت ساعه من الفيلم ما تهتمش هو دخلها ايه بالفيلم، لانك هتحتاجها بعدين. هاي جاك 1971، انتاج 2024، تقييمه على IMDB 7.2، على روتين توميتوز 90%، تقييم المحللات له 8.5.